بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أحبائي المشاهدين، أهلا بحضراتكم في حلقة من حلقات برنامجكم المحبب المسلمون يتساءلون. الحقيقة شرف لي أن أكون في هذه الحلقة في هذا البرنامج العريق الذي امتد على شاشة قناة المحور على مدى 15 عاما، وجلس على هذا الكرسي كثير من العلماء الأجلاء الفضلاء المعروف عنهم بالوسطية والتسامح، الذين أثروا قناة المحور وأثروا الشارع العربي والإسلامي بأفكارهم الوسطية وآرائهم المتسامحة على مدى كما قلت 15 عاما. هذا الكرسي الذي أجلس عليه جلس عليه من العلماء الأجلاء الدكتور أحمد عمر هاشم، الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد، الدكتورة عبلة الكحلاوي، الدكتورة سعاد صالح، الدكتورة أمنة نصير، وكثير من العلماء، الدكتور المرحوم الأحمدي أبو النور عليه رحمة الله، وغيرهم الكثير، وأخيرا كان الدكتور سالم عبد الجليل، وغيرهم الكثيرون من العلماء الأجلاء الذين أثروا كما قلت الشارع والحياة العربية والإسلامية بكثير من الآراء الوسطية المتسامحة وسط أمواج متلاطمة من الآراء المتشددة ومن التعصب ومن التطرف في كثير من الأحوال. وأيضا من تتمة السعادة أن يكون هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم في شهر شعبان المبارك، وأن يكون في اليوم التالي لليلة النصف من شعبان المباركة. ولذلك حديث النهاردة مع حضراتكم بمناسبة أن أول أو إن الحلقة النهاردة في هذا الشهر الكريم وبعد يوم من نص شعبان هيكون عن حادثة من أهم الحوادث في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وفي تاريخ المسلمين، وهي حادثة تحويل القبلة. الأول عاوز أقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى فضل بعض الشهور على بعض كما فضل بعض الأماكن على بعض، كما فضل بعض الليالي على بعض، وفضل بعض الأيام على بعض. فمن أفضل الليالي ليلة القدر التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن، والتي أنزل الله فيها إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن أفضل الأيام أيضا يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر ويوم وقفة عرفات أو يوم عرفات، من أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى. ومن أفضل الشهور يأتي شهر شعبان المبارك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في هذا الشهر حتى يقال أو حتى يظن الناس أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى يظن الناس أنه لا يصوم. وفي حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها بتقول فيه إنها ما طلبت رسول الله في شهر شعبان صائما إلا وجدته صائما، وما طلبت رسول الله في شهر شعبان مفطرا إلا وجدته مفطرا. وأحد الصحابة الكرام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما رأيتك في شهر أكثر منه صوما من شهر شعبان، طبعا ده غير شهر رمضان اللي هو شهر الفريضة يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان ده شهر بيقع بين رجب وبين رمضان، يغفل عنه كثير من الناس، رغم أنه من الشهور المباركة جدا الإنسان يستغل أيامه ولياليه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وحادثة تحويل القبلة الحقيقة حادثة فيها من الفوائد الجليلة العظيمة ما فيها. الناس بتظن ان مسألة تحويل القبلة يعني الرسول كان بيصلي تجاه بيت المقدس ثم حول وجهه تجاه بيت الله الحرام والموضوع خلص على كده. لا، ده فيه معاني عميقة جدا هنذكر بعضا منها النهاردة ان شاء الله. لاهتمام القرآن الكريم بهذه الحادثة العظيمة افرد لها آيات في كتابه الكريم، وأجاب فيها أي في هذه الآيات على كثير من التساؤلات التي طرحت ولا زالت تطرح حتى هذه اللحظة. من الأسئلة مثلا، طيب هو ليه الرسول
صلى أساسا تجاه بيت المقدس. طب هو ليه الرسول أدار وجهه تجاه بيت الله الحرام؟ ما هو لو الصلاة تجاه بيت المقدس هي الصحيحة يبقى ليه هيسيب الصح ويروح ناحية الغلط؟ ولو الصلاة في الأساس هي تجاه ناحية بيت الله الحرام، طيب هو ليه من الأول بدأ غلط وصلى تجاه بيت المقدس؟ دي أسئلة جاوب عنها أو أجاب عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. ولذلك تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. إيه اللي غير وشهم وإيه اللي حول وجوههم؟ فتأتي الإجابة من الله عز وجل على هذا السؤال: قل لله المشرق والمغرب. تعالوا نقرأ الآيات مع بعض ونرجع نفسرها تفسير مبسط مع حضراتكم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كنا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. أعتقد هذه الآيات بيّنت الأسباب التي من أجلها أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي تجاه بيت المقدس أولا، ثم يصلي تجاه بيت الله الحرام آخرا. إيه الموضوع؟ الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 أو 17 شهرا تجاه بيت المقدس، 16 أو 17 شهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى بقلبه أن يصلي تجاه بيت الله الحرام لأنها قبلة أبيه إبراهيم. تعرفين حضراتكم أن البيت الحرام هو البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام ومعه إسماعيل عليه السلام. كان النبي يعظم هذا البيت، شأنه شأن كل الناس، وكان يتمنى أن يصلي تجاه بيت الله الحرام، إلا أن أمر الله نافذ، ما يقدرش يقول لا لربنا، فصلى تجاه بيت المقدس. لكن كان بيتمنى كل لحظة أنه يصلي تجاه بيت الله الحرام. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى استجاب لتطلعات النبي، حقق أمنيات النبي صلى الله عليه وسلم وحول وجهه تجاه بيت المقدس. طيب الفائدة الأولى إيه هنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يا إخوانا لما إنسان يتعلق قلبه بأي حاجة غير ربنا، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يبتليه علشان يتخلص من حب أي شيء إلا من حب الله سبحانه وتعالى. يعني لما يزاحم حب ربنا في قلبك أي حاجة تانية، يقوم ربنا إن كان بيحبك يعني يصطفيك أو يبتليك علشان يخلص قلبك من كل محبة إلا من محبته، عشان تحبه لوحده. ربنا ما بيحبش شريك، ربنا ما بيحبش تشاركه في المحبة مع حد تاني بنفس القدر يعني. وهنلاقي ده حصل مع كثير من الأنبياء والمرسلين. زي إيه مثلا؟ حينما تعلق قلب سيدنا إبراهيم عليه السلام بولده إسماعيل وحب حب شديد جدا، ربنا اختبر سيدنا إبراهيم برضو في هذا الشيء. احنا هنبتليك يا إبراهيم علشان نعرف هو حبك لينا أكبر ولا حبك لإسماعيل أكبر. فيؤمر ربنا سبحانه وتعالى بأن يذبح ولده. شوفوا بقى يعني قد إيه كان البلاء والامتحان علشان ربنا يخلص
قلب إبراهيم من محبة كل شيء إلا من محبته سبحانه وتعالى. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ربنا أوحى إليه من عن طريق الرؤيا بأنه يذبح ولده. هنشوف يا إبراهيم أنت بتحبنا أكتر ولا بتحب ابنك أكتر، هتفضل أمرنا على هواك ولا هتفضل هواك على أمرنا. نجح سيدنا إبراهيم في الامتحان والاختبار وأظهر أن محبة الله في قلبه أعظم من كل شيء حتى من محبته لولده. بين لربنا أن يا رب ما فيش حد بيزحمك، يا رب أنت تؤمر وأنا نفذ، يا رب حتى ابني اللي بحبه ده إذا قلت لي أذبحه هذبحه علشان أبين لك أن قد إيه بحبك. أمال هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ ما هو علشان كده. هو ليه ربنا قال إن إبراهيم كان أمة؟ علشان الإيمان واليقين الذي ملأ قلب إبراهيم عليه السلام وحبه لله سبحانه وتعالى الجارف. علشان كده لما إبراهيم نجح في الاختبار وبدأ ينفذ الأمر ربنا قال له خلاص ما تذبحوش، وفديناه بذبح عظيم، وربنا فداه بذبح عظيم، وبقت سنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين من بعده إن هم يضحوا بكبش أقرن أملح يوم عيد الأضحى المبارك. هنكمل مع حضراتكم الفوائد العظيمة التي يمكن أن نستخلصها من موضوع تحويل القبلة، لكن بعد فاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم من جديد. يبقى الدرس الأول إن ربنا سبحانه وتعالى يحب أن يخلص قلوب عباده من كل شيء يزاحمه في المحبة. علشان كده اختبر سيدنا إبراهيم عليه السلام لما رآه قد أحب ولده حبا عظيما، اختبره في هذا الأمر، قال له أنا عاوز أعرف هو أنت بتحبني أكتر ولا بتحب ابنك أكتر. فأمره بذبح ولده، فلما هم إبراهيم بأن يذبح ولده ربنا قال له خلاص أنا كنت عاوز أعرف هذا الأمر والله عز وجل أعلم، لكنه يريد دائما أن يعلمنا. فخلاص فديناه بذبح عظيم. سيدنا يعقوب عليه السلام حينما أحب يوسف عليه السلام وامتلأ قلب يعقوب بمحبة يوسف، ابتلاه الله عز وجل بما تعرفون، ابنه يأخذه إخوته ويلقونه في غيابة الجب ويأخذه السيارة ويبيعوه في مصر هنا وإلى آخره، ويبقى يعقوب عليه السلام لسنوات حزين ويبكي حتى ذهب بصره. علشان برضو ربنا سبحانه وتعالى يبتليه في محبته، يبتليه في الحب، يقوم ربنا يشوفه هيصبر ولا مش هيصبر، هي في حاجة بتزحمني في قلبك ولا ما فيش حاجة بتزحمني في قلبك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيعظم البيت الحرام من يوم ما اتولد، شأنه شأن كل المشركين اللي كانوا موجودين حتى مع النبي قبل أن يأتي الإسلام، كانوا برضو بيعظموا البيت الحرام وإن كانت بصورة مختلفة عن الصورة اللي احنا بنعظموا بيها، لكن البيت الحرام له في نفوس المسلمين وغير المسلمين قبل الإسلام له مكانة عظيمة جدا. لو استمر النبي أو كانت قبلته هي البيت الحرام من أول يوم ما كناش عرفنا محبة أو طاعة الرسول لربنا سبحانه وتعالى معناها إيه. ما كانش برهن الرسول على طاعته لله سبحانه وتعالى كما برهن في هذا الأمر. كنا فكرنا إن القبلة بالوراثة يعني، أو إن القبلة دي عظمتها ليست عظمة من تعظيم الله عز وجل لها، وإنما هي عظمة على اعتبار إن هي كانت في مكة وفيه يعني تاريخ بيجمعها بالمشركين وبغير المشركين وخلافه. إنما ربنا يقول له لا، سيبها دلوقتي وروح لقبلة تانية علشان نعرف الطاعة بتاعتك عاملة ازاي يا محمد، وعلشان لما ترجع لها تبقى راجع لها بأمر من الله عز وجل، وتبقى هي قبلة المسلمين مش بالوراثة، تبقى قبلة المسلمين باختيار الله جل وعلا وليس باختيار المشركين، بأمر من الله سبحانه وتعالى وليس لأي اعتبار آخر هنعتبره من القدم أو الوراثة أو ما إلى ذلك. نجح النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أنه كان يستحي
أن يطلبها من الله علانية، ما قالوش يا رب أنا عاوز يعني أصلي تجاه بيت إبراهيم عليه السلام، تجاه بيت الله الحرام، ما طلبهاش أبدا. لكن ربنا كان عارف اللي في قلب النبي، وربنا عز وجل يحب النبي حبا كبيرا. لذلك الله جل وعلا يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. احنا شايفينك كويس قوي وانت وحاسين بيك وانت عمال تدعو الله في سرك او عمال تتمنى في داخلك او خلافه، احنا عارفين الكلام ده كله. فلنولينك قبلة ترضاها يا محمد. شوفوا محبة ربنا للرسول وتطيب خاطر الرسول وجبران خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا حصلت فتنة برضو، ودي من فوائد هذه القصة، إن ربنا عز وجل كشف من خلالها ضعفاء النفوس، الجماعة اللي هم كانوا بيؤمنوا بألسنتهم دون قلوبهم، الجماعة المنافقين اللي هم ماشيين مع اللي ماشيين كده. علشان كده أول ما الرسول ضير وجهه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، هؤلاء المنافقين قالوا: الله، طب إذا كانت الصلاة في الأول صحيحة يبقى هنغير وشنا ليه؟ وإذا كانت الآخر هي الصح، طب كنا بنعمل إيه قبل كده؟ أراد الله أن يفضحهم، لذلك سماهم الله سفهاء. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الإجابة من الله عز وجل: قل لله المشرق والمغرب. ربنا حر، أينما تولوا فثم وجه الله. ربنا يقول صلوا الناحية دي نقول آمين، صلوا الناحية دي نقول آمين، اعمل كذا نقول آمين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. بعض المنافقين افتضح أمرهم، وبعض المسلمين فتنوا، قالوا: الله، وبعدين بقى هو إيه اللي صح وإيه اللي غلط؟ وفتنوا. وبعض المسلمين أو معظم المسلمين أظهروا طاعتهم وحبهم وولاءهم لله سبحانه وتعالى وصدقهم برسوله صلى الله عليه وسلم، أظهروا صدقهم بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلما استدار النبي استداروا خلف النبي. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أدار وجهه من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، أدار المسلمون من خلفه وجوههم دون أن يسألوه. وفيه رواية إن الخبر وصل إلى مسجد قباء، وكان فيه جماعة بيصلوا في صلاة الصبح وقيل في صلاة العصر. دخل عليهم من يقول: ألا إن رسول الله قد حول وجهه تجاه بيت الله الحرام. فأدار الصحابة وصلى الصحابة تجاه بيت الله الحرام بدون مناقشة. وهنا بقى نقف وقفة جميلة قوي، نقول إيه؟ نقول إن طبيعة المسلم هو أن يسمع وأن يطيع لأمر الله سبحانه وتعالى بدون مجادلة. مصيبة المسلمين في هذه الأيام كثرة الجدال والاختلافات اللي بينهم، دي مصيبة حذرنا منها النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه، وإياكم وكثرة الجدال، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة جدالهم واختلافهم على أنبيائهم. شوفوا التحذير النبوي: إياكم وكثرة الجدال. النهاردة إحنا مبتلين بهذا الأمر، مفيش واحد تقول له قال الله أو تقول له قال رسول الله إلا ويقول لك: بس أصل الموضوع، أصل أنا مش مقتنع، أصل أنا شايف، أصل أنا قرأت، أصل أنا سمعت، أصل أنا ليا رأي في الموضوع. ويجادلك ربما عن علم، وربما وهذا هو الأغلب عن غير علم، ويريد أن يخضع كلام الله وكلام رسوله لعقله دائما. يا إخوانا العقول متفاوتة، ده المسألة الواحدة بتشرح أمام 100 طالب بيفهمها 50 وما يفهمهاش 50، والخمسين اللي فهموا ربما بعضهم فهمها بطريقة والبعض الآخر فهمها بطريقة أخرى. يبقى معقول إحنا هنخضع كلام الله سبحانه وتعالى لعقولنا دائما؟ هو أنا ما بقولكش ما تفكرش، لا، ده القرآن نفسه عاوزك تفكر في قول الله جل وعلا: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن عاوزك تفكر.
إنما الخطأ مش إنك تفكر، لا، الخطأ إنك تريد أن تخضع القرآن لنتيجة أفكارك أنت وحدك، وده مش منطقي إن القرآن يخضع لكل واحد زي ما هو عاوز، ويبقى القرآن وفق هوى كل إنسان. ده كل واحد مختلف مع التاني في طبيعته وفي تركيبة عقله وفي ميوله الشخصية وفي طريقة تفكيره وفي طريقة استنباطه الأحكام. الفقهاء الأربعة مع علمهم الغزير واحترامنا ليهم اختلفوا فيما بينهم في المسألة الواحدة، بل المذهب الواحد ربما يختلف أصحاب هذا المذهب في المسألة الواحدة على أربعة آراء. تقرأ مثلا قال أبو حنيفة كذا، وقال أبو يوسف كذا، وقال محمد كذا، والثلاثة على مذهب الحنفي، أبو يوسف ومحمد وغيرهم على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك يختلفوا. ده بينتج عن فهمهم للدليل أو طريقة استنباطهم للحكم من الدليل. فالمسألة إنك تكون عالم كمان دي مسألة مهمة، يعني إنك تكون عالم وتجادل ده يمكن يعني يكون مش مقبول قوي أو مقبول بنسبة 50%، إنما أن تجادل وأنت على غير علم هذه كارثة، يعني جاهل ويجادل هذه كارثة. لازلنا مع حضراتكم، والفوائد التي من الممكن أن نستفيدها أو أن نستنبطها ونستخلصها من حادثة تحويل القبلة نستكملها مع حضراتكم لكن بعد فاصل إن شاء الله. أهلا بحضراتكم من جديد، لازلنا مع الدروس المستفادة من حادث تحويل القبلة. قلنا لحضراتكم الدرس الأول إنك تحب ربنا أكثر من أي شيء، الدرس الثاني إنك تسمع وتطيع لأمر الله سبحانه وتعالى بدون مناقشة زي ما الصحابة عملوا. الرسول صلى بهم تجاه بيت المقدس صلوا خلفه، صلى بهم تجاه بيت الله الحرام صلوا خلفه، لدرجة إنه فيه روايات تسمعها عن طاعة الصحابة للنبي يقوم تزعل من نفسك، يعني إزاي أنا النهاردة عمال قدام كلام الرسول أو قدام كلام رب العالمين قاعد أعافر وناحر وغالط وجادل وعمل، وهم كانوا على هذه الطريقة من الطاعة العمياء والتسليم المطلق. مثلا في حادث تحريم الخمر في المرحلة الثالثة لما الخمر حرمت بشكل نهائي، يروي الحديث أو يروي هذه القصة سيدنا أنس رضي الله عنه يقول: كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة حتى نادى مناد: ألا إن الله ورسوله قد حرم الخمر. يقول أبو طلحة، يقول أنس: فقال أبو طلحة لي: أهرق القلال يا أنس، يعني كب القلال اللي فيها خمر. يقول أنس: فأهرقت القلال وأهرق الناس قلالهم حتى ساحت شوارع المدينة بالخمر، كل واحد عنده قلة فيها خمر كبها في الشارع، استجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل إن في أحد الروايات تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ومن خلفه الصحابة يصلون، فنزل جبريل على النبي فأخبره أن في نعله قدر، يعني النعل بتاعته وسخة، فنزع النبي نعليه وهو يصلي، فنزع الناس من خلفه نعالهم، الصحابة بدون ما يفكروا، هو قلع نعليه هم خلعوا نعالهم. فلما انتهى النبي قال لأصحابه: ما حملكم على نزع نعالكم؟ عملتوا كده ليه؟ قالوا، واسمع الإجابة دي كويس بقى، قالوا: رأيناك نزعت فنزعنا. مفيش تفكير، مفيش هو ليه قال كده، هو انت ليه قلت لنا كده، اشمعنا امبارح عن غير كده، ما انت من شوية كان غير كده. مفيش الكلام ده، فيه استسلام لأمر الله عز وجل. الدرس الثالث سريعا في دروس الإسراء، في دروس تحويل القبلة، عظمة ومكانة بيت المقدس التي يجب أن تكون في نفوس المسلمين. بيت المقدس يا إخواننا هو مسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى القبلتين، وهو ثالث الحرمين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرويه أبو ذر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أي مسجد بني في الإسلام أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. فلازم نعلم ولادنا ونعلم نفسنا مكانة وعظمة بيت المقدس عند الله وعند رسوله وفي القرآن الكريم، ونبقى على العهد
أن نحافظ على هذه البقعة المباركة ونخلصها إن شاء الله عز وجل من براثن كل من يريد أن يدنسها أو أن يغتصبها إن شاء الله تعالى. أنا يعني شاكر لحضراتكم حسن الإنصات والمشاهدة، وشاكر لقناة المحور أن سنحت لي هذه الفرصة لكي ألتقي بحضراتكم في هذا البرنامج العريق، برنامج المسلمون يتساءلون، الذي هو ملك لقناة المحور، والذي هو منبر من منابر التنوير ومن منابر الوسطية ومن منابر التسامح. على مدى 15 عاما قدم للأمة الإسلامية والعربية كثيرا من المشايخ والعلماء والدعاة الأجلاء المعروف عنهم بالوسطية والتسامح. أستغفر الله العظيم لي ولكم، كل عام وحضراتكم بخير، وأتمنى أن ألتقي بكم دائما على خير في أمان الله.